هذه الميلودي خويا كان خرج بواحد التصريح سبني فيه وعايرني وما خلى فيا اللي نسى، وحتى انا كذلك انا عايرته، يعني رديت رد الاعتبار ديالي حتى انا ما كنسكتش على حقي، ولكن نطعني في الشرف ديالي انا تلجأت للقضاء وتلجأت للجمعيات ودابا خليته من القضاء، واليوم خرج بتصريح كيعتذر، ولكن لا ماشي يتهرس الكاس وتعاود تبغي تلصقو، ما يمكنش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.